خمس سنوات من قطيعة ظاهرة على الأقل دبلوماسية تحديدا ما بين تركيا وإسرائيل. خمس سنوات تلت هجوم البحرية الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة التي أرادت كسر الحصار عن غزة عام 2010، ما أسفر عن مقتل 10 نشطاء أتراك. خمس سنوات بذلت خلالها جهود كثيفة حثيثة خاصة أمريكية للتعاطي مع شروط تركية لإعادة تطبيع العلاقات، الاعتذار وهذا تم عام 2013، التعويض وهذا تعهدت إسرائيل بالتعامل معه إيجابيا، ثم فك الحصار عن غزة وهذا هو المعضلة. مؤخرا يعود الحديث عن محادثات تتطور بصورة إيجابية سرية وعلنية ما بين البلدين قد تفضي لاتفاق. محادثات يرى كثيرون أن محركها بعد اقتصادي، حيث تحتاج تركيا لغاز إسرائيل بعد اضطراب العلاقات مع موسكو، فيما تحتاج إسرائيل لإيجاد سوق لبيع غازها. الجدلية أن الرئيس تركيا رجب طيب أردوغان يؤكد أن الاتفاق المنتظر يخدم الفلسطينيين والمنطقة، فيما أطراف تركية أخرى على رأسها مؤسسة الإغاثة التركية التي أطلقت أسطول الحرية قبل خمس سنوات ترى الأمر تنازلا ووبالا على تركيا وعلى فلسطين. من الرابح ومن الخاسر إذا عادت العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل تماما لسابق عهدها؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة، على الهاتف 00442077650211، على bbcarabic.com صفحة شارك برأيك، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @محمد_news. ابعثوا برأيكم إذن على نوافذنا الإلكترونية المختلفة، كذلك رجاء بالكثير من الأسئلة سأقوم بطرحها على ضيوفي بعد قليل على الهواء مباشرة. كل الآراء وكل الأسئلة منذ الصباح في متابعة زميلي محمود القصاص. محمود أهلا بك. أهلا محمد. من الواضح أن الضغط الكبير على تركيا بعد الأزمة مع روسيا أدى إلى إعادة نظر في مواقف تركيا تجاه إسرائيل، خاصة في ظل حاجة أنقرة للغاز الإسرائيلي وحاجة إسرائيل إلى الحليف القديم تركيا. أحد المشاركين أرسل إلينا يقول: تركيا محتاجة لهذه الصفقة أكثر من إسرائيل من الناحية الاقتصادية. إسرائيل تنظر لنجاح الاتفاق كنصر إعلامي ودبلوماسي، وليست بحاجة لتقديم تنازلات كبيرة كفك حصار غزة أو الاعتذار لتركيا. ستعرف أكثر على الرابحين والخاسرين من هذا الاتفاق الممكن من خلال وجهة نظر القراء والمتابعين لاحقا أثناء البرنامج، فانتظرونا. سأعود إليك يا محمود، شكرا جزيلا. لكن لدينا الكثير من الآراء للتعرف عليها على خطوط الهاتف. غزوان وجيار ورواد ومحمد جميعهم يريدون المشاركة في نقطة حوار. محمد أبدأ معه، يتحدث من تركيا. محمد أهلا بك. هل يصمد هذا الاتفاق تعتقد؟ هل يعني بداية إعادة العلاقات كما كانت عليه بالمستوى الذي كانت عليه، وما التأثير المنتظر؟ أخي الكريم، جوابا على سؤالك، دولة الكيان الإسرائيلي منذ أن قامت 1948 وهي تضغط بكل ما استطاعت من وسائل وسبل للهيمنة على العالم العربي والإسلامي سياسيا واقتصاديا وإحداث تغييرات عميقة في بنيته الفكرية. هذه الهيمنة على العالم العربي والإسلامي مدعومة بسياسة غربية يدعمها اللوبي الصهيوني، يتحكم بمفاصل القرار في معظم دول العالم بالغرب. وكل الذين استجابوا من الحكام لهذه الضغوط يعللون استجابتهم لمصلحة بلدانهم أو لمصلحة فلسطين أو لمصلحة الأمة ومصلحة العرب، وفي الحقيقة هي مجرد ضغوط يستجيب لها الحكام لمصالحهم السياسية البحتة وليس لمصلحة شعوبهم. طيب، نحن هذه المرة نتحدث عن العرب يا محمد، هذه المرة نحن نتحدث عن تركيا التي قطعت العلاقات بالفعل بعد حادث السفينة مافي مرمرة. التقارب الذي يحدث الآن هل يعني تطبيع تام للعلاقات مرة أخرى؟ ما التأثيرات السلبية والإيجابية المنتظرة منه؟ أخي الكريم، بالنسبة للسلبيات في عودة إعادة تطبيع العلاقات تركيا إسرائيل هي فقد مصداقية ما يرفعه ويمارسه ويقوله الحكام الأتراك بأنهم يتصدرون العالم الإسلامي وهم مع القضايا العربية وهم مع قضية فلسطين وهم يتصدرون لقضايا كبرى.
الذي يتصدى بهذه المفهوم، بهذا المفهوم الإيجابي لدينا كعرب وكمسلمين، لا يمكن أن يقوم بتطبيق علاقات مع دولة الكيان بعدما فعلته. أبسط، هل هناك أبسط من أن تذهب سفينة إلى غزة؟ بس بالمقابل تركيا أجبرت إسرائيل على الاعتذار وستجبرها على دفع تعويضات، وأيضا تقول إنها ستجبرها على رفع الحصار أو تخفيفه على الأقل عن غزة. هذه مكاسب أيضا قد تستطيع تركيا أن تحصل عليها، أليس كذلك؟ هذه لا نعلم، تحت الطاولة وفوق الطاولة كما يقولون في علم السياسة، لا نعرف. إذا دفعت إسرائيل التعويضات وفكت الجائزة، بالمرحلة الأخيرة ليست التعويضات، جائزة هذه الضغوط وهذه المعركة، جائزتها هي فك الحصار عن غزة. إذا تمكننا من فك الحصار عن غزة والاستجابة لمطالب أهل غزة وعودة الحياة إلى غزة بشكل طبيعي ومعقول، هنالك نستطيع أن نقول أن هناك استفادة للجانب التركي من إعادة العلاقة. ولذلك الأمر مستقبلي بالمقام الأول يا محمد، سنتحدث تفصيلا عن هذه النقطة ونقاط أخرى كثيرة سواء على خطوط الهاتف لاحقا، لكن أيضا كذلك مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من أسطنبول السيد فايق بولوط الكاتب والمحلل السياسي. سيد فايق أهلا بك. الرئيس التركي يتحدث أن هذا الاتفاق المنتظر ما بين تركيا وإسرائيل هو في مصلحة الفلسطينيين ومصلحة المنطقة أيضا. يعني طبعا كل دولة عندما تقوم بأي شيء لا تقول أنه هذه لغير مصلحة هذا الشعب، لغير مصلحة فلسطين، لغير مصلحة العرب. طبعا سوف تتحجج وتتزرع بالزرائع مختلفة لتكون هذه يعني علاقة وكأنها هي مفيدة للفلسطينيين، لحزب الحماس، لحزب حماس أو لحركة حماس، ممكن أن نقول الإدارة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية. ولكن نرى بحد ذاتها يعني هذه يعني عملية تطبيل العلاقات مع إسرائيل بحد ذاتها هي ممكن أن نقول خسارة للقضية الفلسطينية بصورة عامة، يعني بصورة عامة كإطار العام. ولكن من جانب آخر يعني إذا رأينا الشروط الإسرائيلية، يعني مطالب الإسرائيلية من تركيا بحيث أنه طبعا إخراج قادة الحماس وبعض الفلسطينيين من بلد، فهؤلاء هؤلاء الشخصيات الفلسطينية طبعا ممثلين فلسطينيين أو حماس، فهم أيضا حصلوا على مواطنة، يعني حق المواطنة من تركيا، فإخراجهم أيضا يعني أن تركيا أعطت ممكن يعني تنازلا قويا جدا لصالح الإسرائيل. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة مهمة جدا، يعني منذ زمان نعرف، يعني منذ سنوات، عشرات من السنين، أنه الشعب التركي، الشارع التركي، كردي تركي مش مهم، على كل حال، فنرى أنه هذه يعني جماهير تؤيد القضية الفلسطينية بصورة قوية جدا. حتى يعني الحكومة الحالية يعني منذ سنوات قالت انه نحن مدافعين نحن حماة يعني عن قضية فلسطينية بشكل قوي. فاليوم بدأت تتناول تقيم علاقات، وحاليا صعب على حالي الحكومة، ما زال انا انظر الصحف لوسائل الاعلام مؤيدة للحكومة، نرى انه يعني هي تتحجج يعني تقول انه تركيا قد صنعت او مارست دبلوماسية بارعة جدا، ولكن جيد، لكن هذه فوائد يعني الجماهير التركية غير مقتنعة. أنت أشرت إلى الفوائد أو الشروط التي قد تمليها إسرائيل وبالتالي سيكون لها تبعات سلبية، لكن ماذا عن الشروط التركية التي يقال أنها أيضا قد تأتي بفائدة كبيرة على القضية الفلسطينية؟ فكرة اشتراط فك الحصار، فكرة الاعتذار الرسمي، وفكرة دفع التعويضات كذلك. يعني يا سيدي، يعني في الحقيقة أنه هذه العلاقات لم تنقطع يعني أبدا، إنما قد جمدت. هذه النقطة بين حين وآخر في تركيا كانت يعني في بلدان الأوروبية مع يعني هيئات الوفود الإسرائيلية، وفد التركي مع وفد إسرائيلي كان بشكل وآخر،
كان يعني فيلتقون ويعني بين حين واخر يتفاهمون على القضيه معينه جدا جدا. هذه نقطه. نقطه ثانيه، امريكا فعلا يعني مارست، خلينا نقول قد حاولت يعني بما في وسعها حاولت اقناع الطرفين لتقارب بين فتطبيع العلاقات. هذه مثلا نرى انه يعني حجم التجاره عند يعني انقطاع العلاقات، حجم التجاره التركية قد زاد، اصبح ضعفين ثلاث اضعاف. لكن على المستوى يعني السياسي واضح ان يعني واضح ان المساران يسيران بالتوازي من وجهه نظر تركيا. فكره المسار السياسي طبعًا ينفصل طبعًا عن يعني المسار الاقتصادي والمساحه الاقتصاديه. سنناقش البعد الاقتصادي سيد فايق، لكن اسمح لي انا اخذ اتصالات هاتفيه كذلك. لو كملت الجمله واحده، لو طيب كملت اتفضل جمله واحده اتفضل ممكن ان ناخذ كملها طبعا. يعني كملت. فممكن ان نقول تركيا عندما تدعي او تقول انه هذه مصالحه لصالح القضيه الفلسطينيه، انا افهم من ذلك انه تركيا سوف تحاول اقناع حركه حماس، السلطه الفلسطينيه هي مقتنعه، اقناع حماس لتسالح او تقارب او قيام اقامه خلينا نقول علاقات معينه مع السلطه الاسرائيليه. هذه النقطه الاساسيه بعتقد في تركيا تدعي، ولكن لم تجاهر بالقول. طيب خليني اخذ اتصالات هاتفيه ونناقش هذه النقطه لاحقا يا سيد فايق. جيار هو متواجد في تركيا، تركي سوري كذلك. جيار تفضل. نعم تفضل. نعم السؤال فيما يتعلق بالتقارب الذي بدأ يحدث ما بين تركيا وإسرائيل، أولا هل تراه سينجح وسيصمد هذا التقارب ويؤدي إلى تطبيع كامل، وما السلبيات والإيجابيات من وجهة نظرك؟ والله أنا برأيي أنه هذا التقارب هو بكل الأحوال رح يكون إن شاء الله إيجابي على كل الأطراف، لأنه نحن ما فينا ننكر أن تركيا على مدى سنوات كانت مع القضية الفلسطينية، فما في أي سبب الآن انه يدعيها لانها تتخلى عن القضيه او تتخلى عن الشعب الفلسطيني. فاكيد انه وراء هذه المفاوضات في ايجابيات للطرف الفلسطيني وللطرف التركي وللطرف الاسرائيلي ولكل الاطراف المعنيه بهالمفاوضات. يعني القياده التركيه ما راح تكون اقل حكمه من انه تتنازل عن امور لمجرد التنازل. اكيد يعني راح نشوف النتائج في المستقبل، والكل راح يعرف انه هذا الشيء هو إيجابي وإيجابيته عائدة على الدولة التركية وعلى الشعب التركي. طيب لكن السيد فايق هنا تحدث عن نقاط بعينها، منها مثلا موضوع طرد عناصر من عناصر حماس هي بالفعل تحمل الجنسية التركية، وهو يعد ذلك تنازلا كبيرا من قبل تركيا، له بعد سياسي وسيؤثر أيضا على العلاقات مع حماس كذلك. نعم هلا قبل كم يوم هون الرئيس التركي اردوغان تقابل مع قائد حماس ومع رئيس يعني مثل ما بيقولوا حماس، وما بظن انه هذا الموضوع راح يكون فيه تنازل الا بموافقه القياده تاعت حماس اولا بالدرجه الاولى، وثانيا اذا نحن بدنا نقول انه هي القيادات وجودها شو 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 ايجابيته على القضيه الفلسطينيه، يعني لمجرد وجودها اذا هو عم يشكل نوع سلبي او عم يشكل عائق بوجه مفاوضات ممكن تعطي ايجابيات كثير، فممكن نحن نتخلى عن بعض الامور او نتغاضى عنها مقابل ايجابيات اكثر من السلبيات. يعني عرفت. شكرا جزيلا يا جيار، وخلينا نسمع لرواد يتحدث من تركيا ايضا قبل ان اعود للسيد فايق. رواد تفضل. نعم انا اعتقد بان الحكومه التركيه لا تهم لا القضيه الفلسطينيه ولا اي قضيه اخرى، هي تهمها مصالحها، هي تريد أن تلعب بعدة أوراق. أنا أعتقد بأن عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل هي للضغط على أمريكا عن طريق إسرائيل بعد أن فشلت في وضع منطقة آمنة في الشمال السوري، وأيضا لتمنع التمدد الكردي في الشمال السوري. تركيا هي بطبيعة الحال طبيعة المكتب السياسي داخل الحكومة التركية، هي لا تهمها لا قضية فلسطين ولا غيرها. طبعا قضية فلسطين هي تتحرك الآن يعني بشكل آني فقط، هي تريد أن تلعب عدة أوراق عن طريق إسرائيل. إسرائيل تنتظر تركيا لترى ما هي التنازلات التي ستقدمها تركيا لإسرائيل لكي تستطيع، أو لترى ماذا تريد عبر هذه التنازلات
من أمريكا لتضغط على أمريكا. طبعا التحالف لا يترك تركيا وشأنها لتتحرك في الشمال السوري. تركيا ستضغط على أمريكا عن طريق إسرائيل. بس هل هذا عيب تعتقد؟ يعني هل هذا عيب؟ هل هذا يعيب الجانب التركي؟ يعني بما أن السياسة بالأساس هي حسبة لعب بأوراق معينة، أي ورقة قوة تمتلكها أي الدولة، وإذا كانت هي تريد أن تقوم بحل الإشكال في الشمال السوري، فلماذا لا تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة كما ذكرت حتى عبر ورقة إسرائيل؟ يا سيد محمد، سأعطيك مثال صغير جدا. طبعا الشركات الاتصالات التركية تربح تقريبا حوالي 12 مليون دولار شهريا من الاتصالات السورية. لا يمكن لأحد أن يظن بأن تركيا المستفيدة من الثورة السورية أنها تريد أن توقف ما يحدث في سوريا أو الأزمة السورية. هي لا تريد الأزمة السورية تنتهي لأنها المستفيد الأول والأخير من هذه الأزمة. طيب. طبعا كل ما حصل في الشمال السوري، أنا كنت أعيش هذه الفترة كلها هنا وأعلم ما حصل تماما عن بيع للمعامل وما إلى هنالك. لا نريد أن ننبش أوراقا كانت أصبحت من الماضي، ولكن تركيا هي المستفيد الوحيد من الأزمة السورية. طيب رواد، شكرا جزيلا لك. ما أشرت إليه ما يتعلق بالاتصالات، لكن بزاوية أخرى يا سيد فايق أعود إليك، ما يتعلق بالبعد الاقتصادي للعلاقة. تركيا بالفعل في موقف لا تحسد عليه ما يتعلق بمصادر الطاقة، توتر شديد في العلاقات بينها وبين موسكو، الآن هي بحاجة لكي تجد منافذ جديدة، هذا من مصلحة البلد بالمقام الأول. لماذا يستهجن التقارب مع إسرائيل، وإسرائيل يمكن أن تكون مصدر كبير للطاقة، وأنتم لديكم علاقات بالفعل تعود إلى سنوات كثيرة، يعني الأمر ليس بدعة الآن؟ يعني صحيح تركيا طبعا سوف تستفيد من يعني من علاقتها بإسرائيل فيما يتعلق بمصادر الطاقة، ولكن يعني مصدر الطاقة سواء في إسرائيل سواء في أذربيجان والجزائر، هذه مصادر الطاقة البديلة ممكن أنه من قطر، لا تعود عن خسارة التي منيت بها تركيا من طبعا مع سوء علاقات مع روسيا، لأن يعني مصدر الطاقة هي خمسة تقريبا 60% كانت تأتي من روسيا، بينما يعني هذه يعني من الجزائر قطر وأذربيجان وإسرائيل يعني ممكن تكون 35% لا اكثر ولا اقل، هذه يعني فهذه لا يعني تعود عن خسارات. بس اسرائيل الاقرب، يعني اسرائيل اقرب من اذربيجان واقرب من الجزائر، فبالتالي منطقي التكلفه ستكون لصالح الدوله اكثر، اليس كذلك؟ ليست قصة يعني تكلفة المصادر، يعني تكلفة صادر المصادر، إنما هذه المصادر كلها تجمعتها على بعض هي 35%، فبينما كانت تستورد تركيا من إيران وطبعا روسيا، إذا أضفنا إلى إيران أيضا تقريبا 70% بين 35 و70%، تبقى هناك أيضا 35%، نسبة 35% هي تكون هناك ثغرة كبيرة جدا في الطاقة، هذه النقطة الأساسية بالنسبة لتركيا. صحيح أن تركيا تحاول أن تعود عن ذلك ولكن لا تستطيع أن تعود، هذه النقطة غير يعني ممكن غير واقعية. سياسيا طبعا يعني خسارة هي خسارة، ولكن لابد يعني من تعويض على خسارة، هذه النقطة الأساسية. نقطة ثانية، تركيا فعلا انه بعد فشل سياساتها يعني بالصوره فيما يتعلق بالعراق، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق بالاكراد داخليا وخارجيا، يعني اكراد في سوريا وفي تركيا، وفيما يتعلق بالدول العربيه الشارع العربي، فتركيا خاسره، يعني في رابحه ولكن خاسره ايضا. بس هي يمكن ان تلعب ورقه يعني حتى قد ترضي الراي العام على البعد السياسي، فكره اشتراط فك الحصار عن غزه، هل يمكن ان تستجيب لها إسرائيل، أو على الأقل الوصول إلى تسوية وسط بحيث لا يكون كلاهما مرضي كما يقال؟ لا طبعا، فك الحصار أنا أعتقد إسرائيل سوف تتعنت، سوف تقاومها، ولكن يمكن تخفيف يعني تخفيف إطار الحصار، يعني ممكن طريقة خلينا حل الوسط أو ما إلى ذلك برعاية أمريكا برعاية إسرائيل، تركيا تدخل هناك أو يعني تقيم مثلا تنشأ هناك ميناء معينة في غزة وكذا، يعني
ولكن تحت مراقبة إسرائيل، تحت يعني مراقبة إسرائيل. وذلك أنا أقول تخفيف الحصار ولكن لا فك الحصار. يعني إسرائيل يعني أنت تعرف أيضا إسرائيل دولة متعنتة ولا يمكن أن تتنازل عن مبدأ الأساسية. طيب. فهذه النقطة الأساسية. والنقطة الثانية، تركيا فقدت مصداقية عند الشارع العربي. هذا أنا أعتقد أهم خسارة في كل الأمور. طيب، أستمع إلى رأي سالم قبل أن أعود إليك مرة أخرى يا سيد فايق. سالم يتحدث من السعودية. سالم تفضل. إيه مرحبا. هلا عزيزي، أهلا وسهلا. في البداية قلت أنها هل تعود العلاقة إلى ما كانت عليه؟ أكيد أنها بتعود إلى ما كانت عليه، لأنها هم حلفاء طبيعيين، وتركيا وإسرائيل. طيب، بس من المستفيد ومن الخاسر من عودة العلاقات إلى طبيعتها برأيك يا سالم؟ ها؟ نعم. من المستفيد ومن الخاسر برأيك من عودة العلاقات إلى طبيعتها إذا عادت يعني؟ كلهم مستفيدين، لكن المسألة حركت الضغط الروسي. روسيا عاد نشاطها إلى الشرق الأوسط. وهي التي دفعت تركيا ناحية إسرائيل. شكرا يا سالم. أستمع على رأي غزوان، هو سوري لكن متواجد في تركيا. غزوان تفضل. تحياتي لك سيدي. أهلا بك عزيزي. تركيا قياميا معروف أنه ملتزمة بالقضية الفلسطينية، لكن على الدول عادة لا تدار بمعايير قيمية صرفة. يعني في هناك مصالح عليا للدول تسعى دائما أن تحققها بصرف النظر عن الأثمان اللي ممكن تدفع أحيانا. بمعنى أنه اليوم تركيا تحت وضع ضغط هائل على المستوى الداخلي والخارجي. ارتدادات الوضع السوري ليست بالقليلة على الوضع الداخلي التركي. المسألة الكردية مشتعلة الآن في جنوب شرق تركيا. المحور المصري الإسرائيلي اليوناني فيما يتعلق بثروات البحر المتوسط والتنسيق في هذا السياق. موضوع الأبرز والأهم لا شك هو موضوع ارتدادات اسقاط الطائره الروسيه والمشكله بين تركيا وروسيا. الضغط والعقوبات الاقتصاديه اللي حصل على تركيا يعني شيء تنأى عن حمله تركيا، وبالتالي الانفتاح باتجاه الحل مع اسرائيل باعتقادي منطقيا وبعيدا عن اي عواطف يعني هو في صالح كلا الطرفين. اسرائيل تحتاج الى حليف قوي وازن في المنطقة وله وجود إقليمي في مواجهة التوسع الإقليمي الإيراني وفي مواجهة مضامين الاتفاق النووي الإيراني الذي ربما أبرم في غفلة أو من وراء ظهر إسرائيل. نعم. أو على الأقل دون أن تكون شريكة في صياغة أو دون مباركة مباشرة كما يقال. غزوان شكرا جزيلا لك. سيد فايق، آخر شيء، يعني التصريحات التي ترد من المسؤولين الرسميين الأتراك تتحدث عن تقدم إيجابي، لكن بين قوسين لم نصل إلى اتفاق نهائي. البعض يتوقع أن يمر الاتفاق والبعض يتوقع أن يتعرقل تماما. ما الذي تنتظره أنت؟ هل سيمر؟ هل ستسفر محادثات سويسرا على تطبيع تام أم لا؟ أنا أعتقد أنه سوف يعرقل ولكن سوف يتم، لأن تركيا بعد فشل في العراق يعني في فترة الأخيرة في سوريا تقريبا يعني سلمت أمورها السياسية تقريبا للدول التحالف ولأمريكا، وبالتالي لا تخرج عن ما تقوله أمريكا. وبما أن أمريكا هي دولة راعية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية في تركيا، أعتقد أنه سوف تتم ولكن مع عراقيل معينة. يعني ممكن يعني مسألة وقت أكثر وأكثر. بس يعني كلمة الجملة الأخيرة يا سيدي، مستفيد الأول والأخير إسرائيل مستفيد، تركيا مستفيدة وخسرة. خسران الوحيد فلسطينيون،
وغير يعني معروفه في الاقليم يعني في يعني الدول العربيه ايضا. شكرا جزيلا يا سيد فايق. سيد فايق بولوط الكاتب والمحلل السياسي التركي كان معي عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول. ساستمر في عرض المزيد من الاراء لاحقا سواء على خطوط الهاتف او في اتصالات مباشره، لكن منذ الصباح زميلي محمود القصاصي يتابع الحوار الدائر الكترونيا. محمود اهلا بك. اهلا محمد. وفقا للمشاركين، من الرابح ومن الخاسر فيما يدور؟ يعني الصعيد ستربح بعوده العلاقات مع الحليف القديم تركيا، وستقوم بتحييد أي مساندة محتملة من تركيا لحركة حماس، وسوف تستفيد أيضا من بيع الغاز الإسرائيلي لتركيا. تركيا أيضا في حاجة إلى الغاز الإسرائيلي لكي تتحرر من ورقة ضغط روسية هامة، لأن أكثر من نصف احتياجات تركيا من الغاز تأتي من روسيا. إذن تركيا ستربح وإسرائيل ستربح، لكن كثيرون قالوا أن الخاسر الأكبر هو روسيا وأكراد تركيا أيضا، خاصة بعد زيارة الزعيم الكردي صلاح الدين ديمرتاش إلى موسكو مؤخرا، والتي في هذه الزيارة ساند موقف موسكو في قضية إسقاط الطائرة الروسية بنيران تركية. هذا ما رأوا كثيرون. مثلا ناصر كساب كتب علينا يقول الرابح تركيا والخاسر أكراد تركيا وحزب العمال الكردستاني، لأن إسرائيل هي المعيار للغرب، فأي دولة تعترف بإسرائيل وتقيم معها علاقات طبيعية يعتبرها الغرب دولة ديمقراطية حضارية معتدلة. معاذ ملكاوي كتب يقول الرابح هو إسرائيل سواء تم تطبيل العلاقة أم لا، أما تركيا التي تغنت بالشعارات الطنانة تجاه إسرائيل فسوف تخسر نظرة شعبها ونظرة الشعوب العربية لها على أنها الدولة التي كانت تجاهر بعداء إسرائيل. من حسن رجب محمود سوف تكون ضربة معلم إسرائيلية أن تسوق غازها إلى الزبون التركي وتحيد الحليف التركي لحكومة حماس. تركيا ستحصل على تعويضات من إسرائيل وتتجاوز أزمة محتملة مع روسيا إذا أوقفت تصدير الغاز إلى تركيا. السيد الفهام الخاسر هو تركيا، ستربح إسرائيل كالعادة، ستربح أعداء جددا لتركيا ويائسين من وجود حليف ونصير حقيقي لقضيتهم، وستخسر تركيا كل من آمن بها وظن أنها تدافع عن قضايا أمتها الإسلامية. حسن المصطفى في السياسة حسب ما رأينا من تجارب التاريخ لا توجد مبادئ. باعتقادي أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، وباعتقادي أن تركيا تعرف ما تريد بالضبط وسوف تحصل عليه. لكن الرئيس التركي في واحدة من تصريحاته يتحدث عن أن هذا الاتفاق سيخدم بشدة الفلسطينيين والمنطقة بوجه عام. كيف توقف القراء عند هذا التصريح؟ يعني انقسموا كالعادة، كل ما يزرع أردوغان يثير الكثير من التعليقات في اتجاهات متضاربة على صفحاتنا. البعض انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال أنه تحدث كثيرا عن موقف مناهضة لإسرائيل، وظهر العالم العربي قدم نفسه العالم العربي لأنه حليف الفلسطينيين الدائم وأنه معهم ضد أي سياسة إسرائيلية تنتقص من حقوقهم، لكن بمجرد أن جاءت المصالح التركية بخلاف هذا الاتجاه تحول إلى اتجاه آخر. آخرون قالوا أن أردوغان معذور لأنه تحت ضغط شديد بسبب الأزمة مع روسيا، وأنه مصلحة بلاده تقتضي العودة إلى علاقات طبيعية مع إسرائيل. في هذا السياق كتب على موقعنا محمد عزب يقول أعتقد أن الإسرائيليين لن يقدموا شيئا للأتراك سوى التعويضات، ولكنهم لن ينصاعوا للطلب التركي برفع الحصار عن غزة، لأن الأتراك أنفسهم غير جادين في هذا الطلب ولكن للاستهلاك المحلي فقط. هذا رأي محمد عزب. على موقعنا أيضا محمود برغاني كتب يقول الأسباب التي أدت إلى الاتفاق التركي الإسرائيلي بشأن استئناف العلاقات هي التخاذل الواضح بين العرب، فالعرب لا يتفقون على كلمة سواء، فهنيئا لإسرائيل بعلاقتها مع تركيا. ناصر إذا خضعت إسرائيل لمطالب تركيا ويفك الحصار ودفع التعويضات فالرابح هو الشعب الفلسطيني والخاسر هو الكيان الإسرائيلي. نسيم الرجمي كل ما ذكر عن تركيا وإسرائيل هو مجرد إشاعة هدفها تحضير الرأي العام الإسرائيلي لما قد تقدم عليه حكومته. فوز أردوغان وحزبه في الانتخابات الأخيرة فوزا كاسحا يجعل الوضع لدى أردوغان أقوى على عكس الإسرائيليين فهم في وضع صعب للغاية. هذا بطبع رأي نسيم الرجبي. من أسامة في الإسكندرية بالتأكيد الخاسر هو المستضعفون من العرب ومعهم القضية الفلسطينية، أما الكاسب فهو التنمية التركية والاستقرار الإسرائيلي. لكن واضح محمود مما عرضته عرضا أو حتى من الاتصالات الهاتفية أن فكرة الموقف ما بين تركيا وموسكو أو وروسيا غير من معادلات السياسة التركية كثيرا، هل ركز المشاركون أونلاين على هذه النقطة أم يعني صحيح هذه النقطة لفتت أنظار الكثيرين أن الأزمة مع روسيا
أدت إلى تغيير في المواقف، تغيير في الحسابات، خاصة أن كما ذكرنا أغلب من جزء كبير من الغاز، أكثر من نصف الغاز التي تحتاجه تركيا يأتي من روسيا. أيضا هناك جزء كبير يأتي من إيران، بإضافة علاقات تجارية هامة جدا، سوق الإيراني وسوق هام جدا للمنتجات التركية. وبالتالي تجد تركيا نفسها في مشكلات مع دولتين حليفتين لنظام الأسد الذي تعاديه تركيا وتطالب بإسقاطه وتغييره. وبالتالي هذه الحسبة المعقدة وهذه الأوضاع المتشابكة أدت إلى تغيير في المواقف التركية من إسرائيل، ودفعت باتجاه العودة إلى علاقات طبيعية كما تحدث بعض المسؤولين الأتراك والإسرائيليين عن في العلاقة بين الحليفين القديمين. هي ليست علاقة جديدة، هذه علاقة مجرد استعادة لتحالف قديم استمر لعشرات السنوات. على تويتر مثلا تغريدات باستخدام هاشتاج عودة العلاقات التركية الإسرائيلية، زهرانكو يغرد ويقول: بداية أزمة أردوغان مع روسيا لم يلقي بالا للعرب، بل تنقل من النيتو لأمريكا لإسرائيل. الشيخ إبا كتب وغرد قائلا: بعض الدعاة ما يفهمون حزب أردوغان، يقولون نحن حزب ديمقراطي وهم يصرون على أنه حزب إسلامي. يعني يشير أن أردوغان يقدم حزبه على أنه حزب علماني، بينما تصور كثير هو مجرد حزب إسلامي، وهذا غير صحيح على أقل الجذور الإسلامية، لكن الناحية القانونية السياسية هو المعلن حزب علماني. أمان غرد وقال: بعد أن تمكن بوتين من وقف طريق تهريب النفط السوري، كان على أردوغان استخدام خيار إسرائيل. أخيرا أمل محمد على صفحتنا على الفيسبوك: تركيا اتجهت إسرائيل بعد مشكلتها مع روسيا، تركيا دخلت العراق وطردت، وأمريكا طلبت منها صراحة سحب قواتها، وجدت تركيا نفسها في عزلة، ومن غير إسرائيل ينقذها من هذه العزلة. يعني كل هذا في إطار تأثير أزمة روسيا على إعادة أو اتجاه بإعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل. تابع محمود، إذا ورد أراء جديدة أرجوك حتى نعود، لكن لدينا أراء كثيرة نستمع إليها على الهاتف كذلك. محمد وبكر وسميح وحسين جميعهم ينتظرون الآن. محمد يتحدث من فلسطين. محمد أهلا بك، كيف ترى هذا الاتفاق وسلبياته وإيجابياته على كل الأطراف التي قد يشتمل هذا الاتفاق عليها؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا برأيي الشخصي أن المستفيد الأول هو تركيا. تركيا يعني خسرت روسيا وخسرت حلف الناتو يعني بإسقاط الطائرة، لأن حلف الناتو كان رد فاتر جدا وما وقف موقف يعني مثل ما بيقولوا بالرمح والركيزة مع تركيا. والخاسر الأكبر اللي هو الشعب الفلسطيني، القضية الفلسطينية بشكل عام ما راح تستفيد. بس يعني الرئيس التركي يتحدث أن الفلسطينيين واحد من المستفيدين، وكثيرون يتحدثوا عن فكرة فك الحصار عن غزة كشرط تضعه تركيا كي يتم تمرير هذا الاتفاق. يعني هذا كلام للإعلام، هذا كلام يعني لكسب العاطفة ليس أكثر. يعني إسرائيل يعني تستفيد فائدة اقتصادية كبرى، أرض مجانية، مياه للشرب، ضرائب، كل شيء، يعني مليارات الدولارات من جراء الاحتلال، مش رايحة يعني تتخلى عنها من أجل عيون تركيا. بس في المقابل يعني إذا رابط تركيا هي قد تحصل على الكثير من الصفقات الاقتصادية، وتحصل أيضا على حليف سياسي يعود إليها مرة أخرى في وقت المنطقة بالفعل مضطربة فيما يتعلق بالتحالفات والتوازنات. نعم، يعني الآن إسرائيل هي دولة عظمى في المنطقة، يعني لا أحد ينكر هذا، وما فيش جيش يعني عربي بقدر أنه يواجه الجيش الإسرائيلي. وتركيا استفادت استفادة كبرى، ضمت يعني إسرائيل جبهتها، لكن الفلسطينيين خسروا الشعب التركي، خسروا الحكومة التركية. أما يعني ما الفلسطينيين ما راح يستفيدوا من هذا الاتفاق، بالعكس يعني راح يتضرروا. طيب محمد شكرا جزيلا، خلينا نستمع لبكر يتحدث من تركيا. بكر تفضل. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أعتقد أن كل هذا اللي حصل مع روسيا والآن مع إسرائيل كله لعب أمريكا. يعني أمريكا من أولها لتاليها هي تلعب في هذا الموضوع مع تركيا. يعني تركيا ما تتحرك إلا بإذن أمريكا. يعني أول مرة أردوغان لما قال وان من التداوس، هذا كله كان لعب أن ينجح في الانتخابات وغلب في الانتخابات، وللآن هو رئيس على تركيا صار له 13 سنة يلعب لعب أمريكا. يعني الآن إسرائيل، إحنا من يوم قلنا وان منت، إسرائيل جرت
يعني حصل على إسرائيل على فلسطين سوري على فلسطين يعني كل المشاكل اللي حصلت يعني قبل سنة 2000 إنسان انقتل 2000 إنسان انقتل والدنيا كلها بتبص عليهم ولن يكون الاتفاق في مصلحة الفلسطينيين كما يتحدث الرئيس تعتقد إذا لا 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 أبدا هذا كل المصلحات اللي بين إسرائيل وتركيا بيضر فلسطين ولا ينفعهم يعني شيئا. طيب بكر شكرا جزيلا لك وخليني أستمع لآراء كثيرة ستتوالى عبر الحلقة عبر البرنامج لكن أيضا أستمع إلى رأي المحلل السياسي هشام جناي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. سيد هشام أهلا بك. الرئيس يتحدث مرة أخرى عن أن المستفيد هو فلسطين والمنطقة لكن كما استمعت إلى هذه الأصوات كثيرون لا يقتنعوا بوجهة النظر هذه كيف ستستفيد فلسطين من هذا الاتفاق من وجهة نظرك؟ يعني بطبيعة الحال التحول الذي شهدته العلاقات التركية الإسرائيلية والمنعطف هذا الحاد الذي قامت به الحكومة التركية بالتصريح الذي أتى على المتحدث باسم الحكومة بأن دولة إسرائيل والشعب الإسرائيلي هما صديقان لتركيا فهذا ردة فعل طبعا موجودة عند الشعب التركي وأيضا الشعب العربي الإسلامي لكن إذا ما نظرنا إلى سابق العلاقات بين تركيا وإسرائيل نرى بأن كانت لتركيا ميزة بفك الحصار أو تخفيف الحصار الذي كان مفروض على الشعب الفلسطيني تحديدا على غزة كانت تسمح للمنتجات التركية بالعبور والتسهيلات أنا تحدثت إلى أكثر من منظمة مساعدات تركيا منها الهلال الأحمر التركي الذي أكد لي بأن بعد قضية الوان مينت وبعد قضية مرمرة الزرقاء أو أسطول الحرية كان هناك تشديد أكثر على أهالي غزة وعلى فلسطين يعني هو أردوغان وحكومته ما تريد حكومة أردوغان هو فقط تخفيف حصار جزئي جدا يعني العودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل هذه الحادثة لماذا يتم الترويج إذن إلى أنه بمثابة فك حصار كلي كما يفهم البعض الآن المحادثات ما زالت مستمرة وتركيا ضمن الشروط شروط التطبيع هو فك الحصار نعم هي مصرة على هذا الشرط ولكن في خلال الخمس سنوات التي مرت منذ الآن نرى بأن الحكومة التركية ورئيس جمهوريتها رجب طيب أردوغان وقفوا دائما وراء الشعب الفلسطيني ودائما في كل المحافل الدولية ذكروا بأن الحصار المفروض على غزة لا يمكن قبوله أيوة وأردوغان جيد يا أستاذ هشام هذا مفهوم المجتمع الدولي هذا مفهوم لكن ما الذي ستشترطه تركيا تحديدا هل ستشترط رفع حصار كلي أم العودة إلى الوضع السابق مجرد بعض المساعدات توافق إسرائيل على تمريرها للقطاع ما الذي يشترطونه في هذه المفاوضات يعني الحكومة التركية ومنذ البداية تشترط فك الحصار ولكن الآن المباحثات ما زالت مستمرة بين الجانب الإسرائيلي والتركي ولم تفضي بنتيجة ولكن الأولوية الأولى هي فك الحصار عن غزة الذي مستمر منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات أو أكثر من ذلك فالحكومة التركية ومنذ بداية الأزمة مع إسرائيل أكدت في المجتمع الدولي وفي المحافل الدولية في الأمم المتحدة أن ما يحدث في إسرائيل إرهاب يرتكب من قبل دولة وكانت تصريحات لاذعة وقوية لأردوغان وحكومته ولكن طيب جيد لكن هذه التصريحات يا سيد هشام بالنسبة للبعض هي مجرد تصريحات جيد جدا وشجب وإدانة لكن الآن إسرائيل تشترط منع دخول أعضاء من حماس يفترض حتى أنهم يحملون الجنسية التركية هي تشترط تحديد وجود حمساوي في تركيا هذا يعد تراجعا بصرف النظر عن تصريحات الشجب والإدانة يعني شوف هذه التفاصيل سنراها في الأيام المقبلة يعني لا يمكن أن نبني عليها الآن على هذه الفرضيات سوف نرى ماذا ستتمخض عنه هذه المفاوضات في الأيام أو الأسابيع المقبلة ولكن تركيا ما الذي جنته من تخريب علاقاتها مع إسرائيل أو الشعب الفلسطيني ماذا جنى من وراء هذا التخريب بالعلاقات طبعا لا شيء الدمار استمر القتل استمر كل
كل شيء كان سيء جدا، وتركيا لم يكن دعما دوليا لها من قبل الجامعة العربية ولا من قبل منظمة التعاون الإسلامي للمواقف التركية التي كانت دائما تندد بالمعاملات الإسرائيلية وبالعمليات العسكرية الإسرائيلية. لم يكن هناك دعم لا من منظمة التعاون الإسلامي ولا من جامعة الدول العربية. لا، هو إذا كان على الدعم هم أيضاً هم أيضاً ينددون كثيراً يا سيد هشام. يعني إذا كان الدعم المنتظر هو دعم التلبيد فالجميع يندد. لكن خلينا أخذ اتصالات هاتفية أرجوك وأعود وسأكمل هذه النقطة. حسين هو سوري لكن متواجد في تركيا. حسين اتفضل. لا أعتقد أن هذه العلاقات ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة، ربما تعود بمنفعة أكبر لكلا المتفقين تركيا وإسرائيل. هذه المنفعة ستكون على حساب المنطقة. لا أعتقد أن هناك خلاف جوهري بين الدول القوية، وإنما خلاف حول المصالح. لكل دولة مصالح عند العرب، مصالح هذه الدول في الشرق الأوسط قد تختلف وتتضارب فتنتج عنها الحروب وغيرها. لكن أنت استمعت لما قاله أستاذ هشام، هو قال ما الذي جناه الفلسطينيون من خلاف واضح ما بين إسرائيل وتركيا؟ بالعكس تدهور الوضع أكثر، فلماذا لا نتقبل فكرة عودة ولو نسبية للعلاقات ربما تأتي بفائدة هذه المرة؟ الذي اللي بيحكم هي الرجعة أو لا هي تركيا أو إسرائيل بس. أما شو ممكن يحقق هذا الاتفاق، شو ممكن يحقق لفلسطين المحاصرين بغزة؟ هذا اللي ممكن نشوفه بعد الاتفاقية، بس ما يعني ما بعتقد، لأنه مثل ما شفنا مثلا الاتفاقية اللي أو المشروع الاتفاقية اللي عم بيصير بين تركيا وأوروبا على حساب قضية اللاجئين السوريين، يعني ممكن يرجع بالنفع على الأتراك، إنه ممكن يصير يدخلوا أوروبا من دون تأشيرة أو هيك، بس أما شو بينفع السوريين؟ هذا اللي عم بيصير نحن العرب من التحالفات في الدول القوية والدول الكبرى. طيب. فنحن عم نطلع يعني نحن عم نكون بس مثل مزارع للمصالح الدول الكبيرة. خلينا نسمع لرأي سميح قبل أن أعود لأستاذ هشام مرة أخرى. سميح يتحدث من الولايات المتحدة. تفضل يا عزيزي. مساء الخير أخي الكريم. مساء أنوار، أهلا وسهلا. أولا في السياسة لا يوجد المستفيد الوحيد هو السياسيون، ودائما الذي يدفع الثمن هو الشعب أو الشعوب. العلاقات الإسرائيلية التركية عميقة منذ الأزل، ولكن يحكمها الآن في هذه الفترة بعد إسقاط الطائرة الروسية هي تمهيدا لعلاقات عربية إسرائيلية قريبة جدا، قد تكون خلال شهر أو ست شهور أو سنة. فتركيا تعي ذلك تماما بعدما تخلى أغلب الدول العربية عن تركيا في حادثة إسقاط الطائرة، اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا من خلال دعم الأكراد ودعم داعش لعمليات إرهابية داخل تركيا. سأتوقف عن هذه النقطة لكن من زاوية أخرى سميح مع سيد هشام. نفس الحادث، حادث إسقاط الطائرة مؤخرا والقطيعة الشديدة التي بدأت واضحة والتوتر بين تركيا وبين موسكو، هل وجدت تركيا نفسها مضطرة وبالتالي أقدمت على هذا الاتفاق لأنها بحاجة إلى بديل، بداية فيما يتعلق بالطاقة وحقول الغاز أو حتى ما يتعلق بالتوازنات السياسية؟ يعني لا أعتقد بأن إسرائيل هي بديل لروسيا في العلاقات الخارجية لتركيا. في السياسات الخارجية كل دولة لها ثقل ولها أهمية. روسيا حليف مهم لتركيا ومصدر للغاز مهم، وهناك اتفاقيات دولية تربط تركيا بروسيا بالرغم من العلاقات المتوترة سياسيا، لكن روسيا تلتزم بتصدير الغاز إلى تركيا إلى فترة معينة، فهذا شيء مفروغ منها. معينة لكن تركيا بعد ذلك مضطرة أن تبحث عن مصادر أخرى وهذا ما تفعله بالفعل. نعم، ولكن هناك مصادر أخرى غير الغاز الإسرائيلي، هناك الغاز القطري وهناك الغاز الإيراني وأيضا الغاز التركمانستاني الذي سوف يأتي إلى تركيا من خلال الأنبوب، خط الأنبوب
الذي تم إنشاؤه الآن الذي يعبر من أذربيجان وجورجيا ويصل إلى تركيا. لا أظن بأن هذا الغاز الطبيعي هو الذي يحكم العلاقات التركية الإسرائيلية الآن تحديدا. لكن إذا ما نظرنا إلى التطورات السياسية نرى بأن العلاقات التركية كانت يجب أن تنفتح على الدول في دول المنطقة ومنها إسرائيل، حيث المشكلة في داخل الفلسطينية وأيضا المشكلة في الأقصى التي نرى بأن هناك انتهاكات. فلا يوجد هناك أي حل آخر غير الحوار يا أخي. إذا لا يوجد هناك الحرب فيجب الحوار. بس يعني المشكلة الفلسطينية يا سيد هشام، المشكلة الفلسطينية صار لها 60 سنة دعنا منها، واستمرت من ال5 سنوات السابقة منذ حادث أصول الحرية. لماذا الآن على وجه التحديد تلجأ تركيا إلى الاستجابة لاستكمال هذه المفاوضات وتتحدث عن انفراجة؟ يعني واضح أن هي مش القضية الفلسطينية. يعني هذه الانفراج أو هذا المحاولة لتطبيع العلاقات إن كان بعد عام، فعندها أيضا سوف نسأل لماذا هذا التوقيت. فليس دائما التوقيت هو له دلالات معينة، ولكن هذا العودة إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل كان يجب أن يكون اختير هذا الوقت، ولكن قراءات مختلفة طبعا حول هذا الموضوع. نعم أكثر من نقطة ممكن أن نشير إليها، ولكن العودة في تطبيع العلاقات كان يجب أن يكون يعني اليوم أو بعد عام أو بعد سنتين. هذا التوقيت كل وقت له قراءة مختلفة. طيب سنعود لنحلل الأمر أكثر، لكن دعني أستمع لرأي أم علي، هي عراقية لكن متواجدة في بريطانيا. أم علي تفضلي. مرحبا. هلا. مرحبا عيني. أهلا وسهلا. يعني سؤالك هذا، من الخسران؟ شعوب المنطقة كلها خسرانة، حتى إسرائيل، الشعب الإسرائيلي هم خسران، والفلسطينيين خسرانين، المنطقة كلها. ما دام راح نبقى واحد يكره الأخ وواحد وحروب وقتال بيناتنا، فإحنا الخسرانين. والرؤساء إذا يحجون، إذا أردوغان، وأردوغان هو كأي سمسار بالمنطقة، عنده فلوس وعنده سلطة، ومو صوت الشعب هذا، مو صوت العراق، ولا صوت الفلسطينيين، ولا صوت حتى الإسرائيليين، هاي صوت التماسرة اللي يحكمونه. فراح المنطقة تظل واحد يكره الأخ وواحد يحارب الأخ، وراح نمرض. يعني المستفيد هم الحكام في كل هذه الأطراف، لكن صح إن الشعوب هي الخسرانة. ما دام واحد يكره الأخ، وما دام ما نحافظ على اختلافاتنا، بينما إيران مختلفة وعايشة لحد الآن دولة ومحترمين نفسهم. تركيا دا تحاول، بس ما دام هيك سياسة هم تركيا راح تتقسم. أنا بهذا نظري ما راح تبقى تركيا. ونفس الشيء أي واحد يحارب الداخلة راح يتقسم. وأنا عندي فد مثل، اللي يريد يقسم العراق راح يتقسم. فأي طيب. دولة تريد تقسيم العراق هي اللي راح تتقسم. ومن ضمن هذه الدول تركيا. من ضمن هذه الدول من عدا تركيا، مو بس تراني ربع تركيا، ربع تركيا او نص تركيا ما اعرف. طيب زين، بس دا اقول لك اذا يظلون واحد تكره الاخ بالمنطقه هم راح يتقسمون دائما. طيب. اللي الارلي هو ترجع عليه. ام علي شكرا جزيلا لك. سيد هشام، هل من تعقيب تريد بدايه سريعا؟ يعني أنا أرفض هذا الكلام أن السمسار وهذه الألفاظ التي لا تمت بصلة يعني بحكومة أو برئيس جمهورية. أردوغان كان له مواقف كثيرة وشجاعة، والجميع يشهد له أنه كان دائما يروج لاتخاذ موقف دولي ضد إسرائيل، ولكن لا يوجد هناك دعم. الدول العربية نرى في أن رفح، معبر رفح مغلق يعني، ولا أحد يحاسب الإدارة المصرية. كيف يمكن أن يكون هناك انفراج من جانب تركي فقط من تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ لا أعلم. يعني أرى بأن هناك ترويج أيضا لفهم غلط أو فهم خاطئ لهذه التطبيع في العلاقات. وأنا كما ذكرت في بداية الحلقة أقول بأن الفائدة سوف تعود لشعب غزة وشعب فلسطين. طيب. وسيكون هناك ربط الصلة بين الشعب التركي أكثر بالقدس
وبشعب فلسطين بتسيير الرحلات بين اسطنبول وبين أنقرة والقدس، وتطبيع طبعا المسارات السياحية بين فلسطين وبين تركيا. طيب، هي رؤية تبدو إيجابية يا سيد هشام، وإن كانت هناك أصوات كثيرة استمعنا لها على مدار الحلقة لا تتفق معها، لكن هذا رأيك بالتأكيد. آخر سؤال عن المستقبل لهذه المباحثات. التصريحات القادمة من المسؤولين الرسميين تقول لدينا خطوات إيجابية لكن قد تتعرقل، يعني لا نمسك إلى الآن اتفاق إيجابي. هل سيمر تعتقد، هل هناك إطار زمني كي يمر؟ لا أظن بأن هناك إطار زمني، هناك نوايا أصلا في تحسين العلاقات، وهذه النوايا كانت على لسان دائما المسؤولين الأتراك، وهناك طبعا نية من الجانب الإسرائيلي واضحة في تطبيع العلاقات، ولكن الإطار الزمني لا يمكن تحديده. إذن هنا أيضا حزب العدالة والتنمية يراعي الأصوات التي صوتت له في الانتخابات الأخيرة، ولن يسرع في تطبيع العلاقات الآن تحديدا، لأن أيضا يحتاج إلى الدعم، لأن هناك مشاكل داخلية أخرى يحتاج إلى الدعم الداخلي. فأظن أنها لن تكون سريعة، وسوف تطبخ على نار هادية، وسوف تخرج نتيجة أيضا ترضي الشعب التركي والشعب العربي والإسلامي بشكل عام. شكرا جزيلا السيد هشام جناي المحلل السياسي، كان معي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. سريعا إذا كان هناك آراء جديدة وردت لزميلي محمود القصاص. محمود. نعم محمد، لديك آخر مواد علينا المشاركات. مصطفى يقول إذا تقاربت تركيا مع حكومة الكيان الصهيوني يبقى عيب وحرام، أما تطبيع من العرب فهو حلال، هذا ما تحاول حكومات العرب ترسيخه في شعوبها. عصام البرنس، تركيا لن تقدم أي تنازلات لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، تركيا سوف تضغط على إسرائيل لفك الحصار عن غزة وعن الأقصى. عمر عبد العزيز، العرب ما عندهم مشكلة مع إسرائيل، ولا يستطيع الحكام العرب أن يعرقلوا أي علاقة بين إسرائيل وبين أي دولة، لأنهم ببساطة تحت سيطرة الولايات المتحدة. إليك يا محمد. شكرا جزيلا يا محمود. استمروا بالإدلاء بالرأي على bbcarabic.com، أو إذا كنتم تفضلون مواقع التواصل الاجتماعي تستطيعون الاستمرار على فيسبوك وتويتر كذلك. من يفضل التواصل بشكل مباشر على خطوط الهاتف الحديث يتواصل معي أنا محمد عبد الحميد على راديو BBC بعد قليل.